إن السلطات المصرية في سجن العقرب شديد الحراسة والذي يحوي العديد من المعتقلين السياسيين تمارس انتهاكات معتادة ربما تكون أسهمت في وفاة بعض النزلاء. مصطفى، حسب هيومان رايتس ووتش تقول موظفو سجن العقرب يقومون بضرب النزلاء ضربا مبرحا ويعزلونهم في زنازين تأديبية ضيقة ويمنعون زيارات الأهالي والمحامين. هل لديكم فعلا تقارير من طرفكم تدعم ما ذهبت إليه هيومان رايتس ووتش؟ صدرت من كافة المنظمات العاملة في الملف المصري. حقيقة الأمر أن هذا السجن كما شهد الجميع، جميع المراقبين لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، شهد الجميع أن هذا السجن، حتى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا السجن هو أسوأ سجون النظام المصري. إن تحدثنا عن السجون الرسمية، بالتأكيد هناك ما هو أبشع في السجون غير الرسمية، سجن العزول وما إلى ذلك، لكن إن تحدثنا عن السجون الرسمية فهذا السجن هو أبشع سجن موجود في مصر. هذا السجن عد خصيصا كما قال النظام على لسان بعض قياداته المقالة أو المستقيلة منذ فترات، أن هذا السجن في عهد مبارك صنع لكي لا يخرج منه أحد، هو سجن مخصوص للسياسيين المعارضين في هذا الوقت من الجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين وما إلى ذلك. هذا السجن يتسم قياداته الأمنية وأفراد الأمن الموجودين فيه بمساحة يعني كبيرة جدا من اللا آدمية، ومساحة كبيرة جدا من يعني التشوه النفسي الذي يمكنهم من تعذيب المعتقلين طوال الوقت. هم يعذبون المعتقلون في هذا السجن ليس للحصول على معلومات وليس لهدف معين إلا لكسر الإرادة والاستخدام سياسة التنكيل، يعذبونهم بلا هدف فقط لكي يقمعوهم ولكي يزيدوا مساحة يعني انهيار معنوياتهم شيئا فشيئا. بعض المعتقلين خاصة من القيادات الموجودون داخل هذا السجن محتجزون في سجون انفرادية منذ أكثر من 3 سنوات، سجن انفرادي طوال هذه الفترة، غير هذه العقوبة ليست موجودة أصلا في القانون المصري. أن يظل الدكتور محمد التاجي نموذجا، الدكتور فريد إسماعيل كذلك قتل داخل هذه السجون الانفرادية حيث أصيب بغيبوبة ولم يسعفه أحد، ليس بجواره أحد لكي يعلم ما به رغم حالته الصحية المتردية في هذا الوقت. تتحدث عن مساحات كل هذه الانتهاكات برأيك مصطفى لا تخالف المعايير الدولية في معاملة السجناء؟ مصطفى؟ يبدو أن فقدنا مصطفى. على كل حال أشكره على هذه الإفادة، مسؤول الملف المصري لحقوق الإنسان في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.